هنا لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. يشارك اليوم وزير الخارجيه سامح شكري في اجتماعات الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي بالعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، والتي تاتي في اطار حرص مصر على التعجيل بتنفيذ بعض مقترحات الاصلاح المؤسسي في الاتحاد، بالاضافه الى تحقيق التوافق حول مسار عمليه الاصلاح ما بين الدول الاعضاء. أجلت السلطات العمانية آلاف السكان من المناطق الساحلية جراء الإعصار ماكانو، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية العمانية تطور الحالة المدارية للإعصار ليصبح من الدرجة الثانية مع رياح شديدة السرعة. كما أعلنت أجهزة الدفاع المدني في البلاد إجلاء 10,000 شخص من المدارس والمباني الحكومية. حذرت الولايات المتحدة سوريا من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار، وعبرت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها من وجود تقارير تفيد بقرب وقوع عملية عسكرية في إحدى مناطق خفض التصعيد في شمال غرب سوريا. نهاية الموجز إلى المتقدم.